في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية وأيضا مكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصراً إجرامياً، ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 2221 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية آلية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوش و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 237 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3961 قطعة سلاح ناري بحوزة 3257 متهماً أبرزها جيرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدسا و2876 فرد محلي الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و478 خزينة، إضافة ل 4995 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلاً عصابياً ضموا 171 متهماً، قاموا بارتكاب 159 حادث، كما تم ضبط 538 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف أمود 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 539 متهما، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,343,902 حكما قضائيا، من بينها 9,341 حكم جناية و714,390 حكم حبس جزئي و121,000 و518 حكما مستأنفا ومليون ومائة وواحد وسبعون ألف ومائة وستة وستون حكم غرامة وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانون حكم مخالفة.